بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أنعم على أمة الإسلام بشهر رمضان فجعله كفارة للذنوب والآثام وسبيلا للترقي إلى أعلى الجنان، أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هو موسم المتقين ومتجر الصالحين ومغتسل التائبين ومعسكر إيماني لتجنيد الطاقات وتعبئة الإرادات وشحذ الهمم لإدراك الآمال الكبار، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الرسول الذي ذكر من الفضائل لرمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام أي صلاة القيام أو التراويح إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، أولا المعازف في باب الترويح عن النفس في الفقه الإسلامي. أولا المعازف وما يتصل بها من الغناء ونظم الشعر ينتظمها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني لم يرد نص بيمنع المعازف أو الآلات الموسيقية. على عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الدف وكان موجود الطبل، ولم يأتي الإسلام بالتحريم. يعني جاءت صبية وأمسكت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نذرت لله نذرا إن نصرك الله وعدت سالما أن أغني وأضرب بالدف بين يديك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لها: أفي بنذرك. وأيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وقال: ما فعلتم يا عائشة بالفتاة اليتيمة الأنصارية؟ قالت: أهديناها لزوجها، كانت عروس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الحبة السمراء ما حلنا بواديكم. يعني هذه الأبيات الشعرية لها مقاطع في علم العروض والقافية. أيضا الشرع أباح ضرب المعازف في الأعراس وأيضا في المناسبات السارة، يعني لا ننسى طلائع الأنصار من الصبايا حينما قلنا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فالمعازف لا يوجد دليل قطع الورود ولا قطع الدلالة على التحريم. بعض بقى الطفيليين على موائد العلوم الشرعية هيستدل خطأ بالآية في سورة لقمان، أقول لك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقول له: اقرأ سبب النزول، المغنيات والراقصات وكؤوس الخمور ليصرفوا الناس عن سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم
أنزلت هذه الآية التي لا علاقة لها بالمعازف، لا من قريب ولا من بعيد. وننصح السائل الكريم، يعني نحن لا نشجعك أن تكون مدمنا لسماع المعازف، ولكن نقول في شهر رمضان اقرأ القرآن، استمع القرآن، عليك بالأوراد الشرعية، بالأذكار الشرعية، عليك بالأدعية، هذا ما تحرك به لسانك وما تشنب به آذانك، والله يقول الحق ويهدي السبيل.